مرحبا. بتعيش أصناف أناديل البحر على الأرض من حوالي نصف مليار سنة، إلا أنها حالياً عم تمر بمرحلة جديدة بسبب التلوث وتغير المناخ، فصارت المحيطات مليئة بأعداد كبيرة منها لدرجة خارجة عن السيطرة. وبحسب الخبراء هالشي يعتبر مؤشر واضح يحذر من كيفية إخلال النشاط البشري بنظام البيئي الطبيعي، وأناديل البحر عم تتكاثر بشكل جيد بالمياه الدافئة وما عم تتأثر بالمناطق الملوثة لأنها ما بتحتاج لكميات كبيرة من الأكسجين مقارنة بالأحياء البحرية الأخرى. وبتقول المصادر أنه الانفجار الكبير بأعداد أناديل البحر خلاها تجتاح محطات الطاقة بأنحاء العالم وتغلق أجزاء من شبكة الكهرباء. وأحد العلماء اليابانيين المختصين بأناديل البحر أكد أن التهديد الأول للنظام الكهربائي باليابان هو الزلازل، أما الثاني فهو أناديل البحر كونه صاروا منتشرين بكل مكان. فنمو أعداد الأناديل بكل أنحاء العالم على حساب الحياة البحرية الأخرى مثل الأسماك بمثابة تحذير من أثار التلوث وتغير المناخ على صحة المحيطات. نرجع لأخبار أصناف، عم يبقى غائم جزئياً لغائم وماطر على فترات، وعم بيكون ممزوج بتروش فوق أغلب المناطق ومثلج على المرتفعات الجبلية اللي بتزيد ارتفاع عن 700 متر. أما درجات الحرارة فبعدها عم تنخفض حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بحوالي 3-4 درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة بترافق هبات نشطة أحياناً، سرعة عم توصل ل 60 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 60-95%، والبحر عم بيكون عالي ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 10 درجات. رح ننتقل سوا هلأ لنشوف كيف عم يكون الطقس بالعاصمة السورية دمشق بالساعات الجاية. عم بيكون في أمطار ممزوجة بالثلوج ودرجات الحرارة عم تسجل فيها دنيا 2 العليا 9 درجات. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية، رح نبدأ من السويدة بالمنطقة الجنوبية عم بيكون الطقس مثلج ودرجات الحرارة بدرعا عم بتسجل الدنيا 1 العليا 9 درجات، أما بالأنترا فدرجات الحرارة عم تتراوح بين الناقص 1 والخمس درجات وأيضا الطقس عم بيكون مثلج. في المنطقة الوسطى بحمص وحما أيضا عم بيكون في ثلوج بحمص ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 2 و8 درجات. أما كيف عم بيكون الطقس على الساحل بطرطوس واللاذقية، عم بيكون في أمطار ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 7 و11 درجة، أما بلواء اسكندرون فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 5 و11. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون مثلج ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 1 العليا 8 درجات بحلب، وعم بيكون في أمطار ممزوجة بالثلوج. أخيرا رح ننتقل لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية بالرقة، عم بيكون الجو ماطر ليلا ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة الحسكة بين 1 و7 درجات، وأيضا عم بيكون في أمطار ممزوجة بالثلوج. أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم بتكون بين 3 و9 درجات، وعم بيكون في أمطار ليلا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. أنا هلأ رح أترككم تتعرفوا على أخبار الطقس ودرجات الحرارة بأهم المدن العربية والعالمية. باي.